السلام عليكم، كيف حالكم؟ هاي الفيديو الثاني من سلسلة تعليم سكراتش. اليوم رح أكملكم كيف بنجيب الكائنات كلياتهم اللي رح تكون، اللي هي الأعضاء في اللعبة اللي رح تلعب زي باكمان وهدول والوحوش وهي الشغلات. خلينا هون، في هون عنا زي ما شايفين هون في كائن، بقدر أجيب الكائنات من هون. هاي كائنات جاهزة، يعني ممكن أنا أختار منها هون ناس جاهزين، هم عاملينهم، اللي عملوا البرنامج هم يسووهم، بس احنا بما انه عندنا صور ما بنروح هون. ذاكرين احنا وين بنروح؟ بنروح على هاي رفع، مكتوب عليها رفع كائن من ملف، فهو موجود عندي على الجهاز، انا منزلتهم فرح اجيبهم. مثلا رح اجيب اول اشي شبح واحد هاي، ورح اجيب كمان، لا مش هاي، عفوا هون راح اجيب الشبح الازرق، مش هن بنكي وانكي، اللي هم الشبح الزهري والشبح الازرق. راح نجيب الطاقة، كل مرة بخربش شوي. راح اجيب الطاقة والفاكهة، لا ولا خليها شوي الفاكهة على جنب، والباكمان اهم اشي نسيناه، ما اجت الطاقة، وين راحت الطاقة؟ شوي نجيب الطاقة والباكمان، هاي الطاقة وهاي اللي بعدين، هاي من هون نرفعها من الملف. رح اجيب الفاكهة او باكمان، في الاول باكمان خليه هو واقف، هسه بفهمكم شو الاشياء الثانية هاي، وبدي اجيب وحدة بس من الفاكهة مش كلهم، بس وحدة، يعني انا عندي هون فراولة بجيب فراولة وحدة. تمام، هسه شبح واحد اللي هو اللي لونه زهري رح يكون بالعادي هو زهري، طول ما هو باكمان بيلعب رح يكون لون الشبح زهري، بس انا رح اغير لون الشبح لابيض في حال انه باكمان اكل حبات الطاقة اللي هن اللي بنحطهم هون الاربع. شوي اورجيكم اياها عشان تفهموا، شوي اورجيكم، هاي رح اورجيكم اللي هي اللعبة كيف شو قذف الطاقة. شايفين هاي حبات الاربعة اللي هون، هاي حبات كبيرة، هاي حبات طاقة، شو بصير فيها؟ لما بوكلها الباكمان بصير لونه ابيض. اذا هون عنا في البنكي والانكي، يعني البنكي ها بيكون عنده مظهرين، بيكون زهري بالعادة، ولما ياكل الباكمان حبة الطاقة بصير لونه أبيض. فإذا الأشياء اللي بتغيرها الكائن من إشي لإشي هاي بنسميها مظاهره، بيكون له مظهر رئيسي اللي هو لونه الزهري مثلا، ولما بصير عند حالة معينة، عند لما إشي معين يصير في جوا اللعبة بنغيره لإشي ثاني، هاي بنسميها مظاهر الكائن في لعبة سكراتش. فهون بنغير المظاهر من هون، إذا هون إحنا بنحط المظاهر. اذا خلينا على لعبتنا، نرجع على لعبتنا، رح اطفي هذا الاشي ونرجع على اللعبة شوي بقى. هاي لعبتنا، اذا بدي تحكوا لي هسا شو رح نحطهم بالمظاهر. رح نجيب اللي هو الشبح الابيض، اللي هو المظهر الثاني تاع البنكي، هاي بنسميه بنكي والثاني بنسميه انكي. بنجيب الشبح الثاني تاع البنكي اللي لونه ابيض من هون من الملف اللي احنا تاعنا. تمام، انتو هاي الشغلات انه انا بفتح من الملفات، ما تقعدوا يعني عندكم الملفات غير عن عندي، فانتو بتفتحوا على الملف اللي نزلتوا عليه الصور وبتصيروا تختاروا من الصور. تمام، هاي اللي هو البينكي تو، اللي هو الشبح الابيض تاعه، وهون بنحط المظهر تاع الثاني تاع الشبح، برضو نفس الاشي صح، لانه برضو الشبح الثاني رح يصير لونه شبح ابيض، بس ياكل الباكمان ياكل الطاقة، حبة الطاقة ما إلها مظهر ثاني، يعني هي على طول خلص رح تضلها حبة طاقة من هون لبكرة الصبح، خلص هي حبة طاقة، إذا أكلها باكمان رح يتغير. إذا أنتوا حبيتوا تعدلوا على اللعبة وتضيفوا عليها إنه إنه تغيروا نمط اللعبة بس نخلصها، أنتوا أحرار، يعني بتصير تعدلوا وتعملوا لعبة جديدة، بتصيروا محترفين يعني إن شاء الله. والباكمان أصلا هو إله مظهرين، يا إما هو واقف يا إما هو بمشي. اذا بتلاحظوا هو بيمشي بيكون يفتح في ثمه ويسكر، فاحنا في له مظهر هو واقف وفي له مظهر هو فاتح ثمه عشان ياكل الاشياء اللي قدامه يعني.
فإحنا نجيب المظهر الثاني تاع باكمان اللي هو ماشي، ومنحط أوبن. تمام. وحبة الفراولة، حبة الفراولة إلها مظاهر اللي هي الفاكهة الثانية زي حبة الكرز وحبة التفاح. حبة الكرز، وفي عنا إذا بدي أحدد أكثر من شغلة مع بعض بقدر أكبس على الكبسة اللي المكتوب عليها CTRL اللي هي كنترول أو كترة اللي أنا ما كنت أسميها زمان زمان الجاهلية، اللي هي كبسة الكنترول. بنكبس عليها، بظلني كابس عليها وبطلع بشوف هون وين بدي كمان فاكهة. الفراولة موجودة أصلا، هي المظهر الرئيسي. يعني في عندي كمان تفاح وأنا كابس عليها تنتين، شايفين هون حددناهن تنتين، هاي الكرز محدد وهي التفاح محدد، فبحط اوبن. اذا عشان احدد الثنتين كنت كابس على كبسة الكنترول، او بتقدر تضيفوا كل وحدة لحالي يعني ما فيها مشكلة. فبنحط هنا اوبن، فبنضيف اذا التفاح والكرز. هيك صار عنا اربع مظاهر. هسا شايفين هنا كبير كثير الشبح، شوفوا ما اكبره، ما رح يعرف يمر بين ال بدنا اياه احنا يضل في الممر الاسود، ما بدنا اياه يروح على اي يتخطى الحدود ويكون ماشي مش حلو منظره. فاذا بدنا نصغره، كيف بدنا نصغره؟ في الاول خلنا نصغر الانكي البنكي سوري. حسيات هون في عنا هاي الكبسة اذا شايفينها، اذا طالع عندكم بتحطه هون، اذا مش طالع عندكم بيكون هون في التحويل الى صورة نقطية، فهي بتطلع عندكم بعدين بالاخر. المهم هاي عشان نصغر الشكل اللي عندي او الصورة اللي عندي، فبكبس عليها وبحط هيك مربع برسم. شفتوا كيف عملتها هيك؟ ارد اعيد، بنكبس على هاي الكبسة اللي هي التحديد، وبنروح بنحدد الشكل. اصلا خلص محدد تمام مش مشكلة، انا قاعد بزيح فيه لانه شوي رح اعمل تراجع بس عشان ما اكونش غيرت اشي. تمام. فرح احط على تحديد وبعدين رح احط هيك. تمام. وبعدين ابلش اصغر هيك، شايفين؟ شوف كم صار حجمه، شوف كم صار حجمه، حجمه مناسب ولا مش مناسب؟ مناسب بجنن حجمه، كثير ممتاز. شايفين هون محطوط هون عنده تحته بخط صغير 21x20 واللي هو حجمه الجديد. وفي كمان شغلة هون صغيرة شايفينها، يا هون في زائد صغير على اساس انه نعرف وين المركز تاعه، فرح ارد احدده وانقله على النص تاع المركز. هون هون شايفين هون في نقطة صغيرة، مش عارفة اذا شايفينها، هون هون هي نقطة صغيرة محطوطة اللي هي او اشارة المركز، فمنحطها عليها بالضبط هيك بتيجي. فاحنا هون خلينا ننقل هاي هون، فهمتوا كيف؟ هسا خلينا على اللي هو الثاني. اذا ما فهمتوش الاولى رح تفهموا هاي، يعني اذا ما فهمتوش على اللي هو شبح واحد رح تفهموا هون، ورح اعملهم كلياتهم قدامكم، يعني مش رح اوقف الفيديو، مش مشكلة رح يكون طويل شوي بس يعني شو بدنا نعمل يي هيك. يلا خلينا نصغره، فمنحدد زي ما تعلمنا هيك ومنصغر، منبلش نصغر. نصغر بالكم هيك منيح ولا زيادة؟ تعال نشوف كم صار. صار 20x20 يعني منيح. خلينا نقوله شايفين هاي إشارة الزائد الصغير اللي هون عشان نحدد هاي وننقله على الوسط. بدي اياكم تشوفوا معاي هاي بينكي وهاي اللي هو الشبح الأبيض اللي تغير له. بدي اورجيكم شغلة عشان تشوفوا شو اثر اني لما احط هاي هيك، شوفوا لما احط هاي بعيد كثير عن المركز، وشوفوا وين اجى موقعه، يعني بصير هنا بنكي في مكان والشبح تاعه في مكان ثاني، هذا الاشي مش صح. او يمكن تستخدميه انتو في المستقبل لاشي ثاني، بس هو بضر اكثر من انه بفيد. فاحنا لازم يعني انا بحب دائما احطه على المركز ليو هيك، منجيب وبنحط وين؟ على المركز في الوسط، هذا صحيح. نشوف هنا لما نكبس على هون شو بصير، ممتاز هيك يعني منيح مليح. يلا هسي الدور اللي هو الشبح الثاني اللي هو شبح واحد اسمه اللي هو الانكي. يلا هسيات هون نحدده، نصغر. كم يا ترى طلع لساته كبير انا شايفته هيك 19x19، حرام صغير كثير، خلنا نكبره شوي. نشوف نزيحه هيك، مش
حسيته صغير، كبر قصدي، أنا آسفة. هيك منيح منيح، 21 في 21 نشوفه مناسب مناسب، بعرف يمشي في الممرات، هاي أهم إشي. ونصغر اللي هو الشبح تاعه الأبيض زيه، نصغره بعديها ننقله نحطه على هاي الزائد الصغير، نشوف حجمه طلع 23 في 23، نصغره أكثر بشوية. مش كثير منيح، شوف هيك، يا بنطخه يا بنكسر مخه شوي. نشوف هيك نشوف هيك، منيح بالكم، نزغره نتفة صغيرة، بس نتفة صغيرة هيك هيك ممتاز. واهم شي نتأكد انه على المركز عشان ما يغلبنا بعدين، بصير في البرمجة يغلبنا اذا ما حطيناه على المركز بالضبط. شايفين هيك ممتاز تمام، بس احنا اصلا احنا بدنا اياهن يكونن هون اول اشي، تمام مش مشكلة خليهن. هسيات هون الطاقة، حجمها برضو كبير، خلنا نصغره، نصغرها شوي ونزيحها مكانها، تمام هيا شايفينها، نحطها هون حبة الطاقة. وهون شايفين هون في كمان 4، هيا إلها سر خطير راح أحكي لكم إياه، بمزح يعني مش سر خطير بس يعني سر المهنة. نحط هون الباكمان، وبعدين نجيب اللي هي اللهم صل على سيدنا محمد، نجيب هيا نزغره. طبعا احنا قاعدين هسه بنحضر في الاشياء اللي بدنا نبرمجها، لسه احنا مش مبلشين صح؟ شايفين نزغره كم طلع، اشوف هيك 19 في 19، لا انا بحب اخليه 21 في 21 بيكون مناسب. كمان هاي نصغرها نحطه 21 في 21، منيح يعني نوعا ما منيح، نشوف كيف الفرق بين هذا وهذا منيح. بس اهم شيء انه نركز على شغلة انه نحطه بالمركز، اذا ما حطيناه بالمركز يعني بتعجب علينا بشغلات البرمجة يعني بنتغلب كثير. تمام، وهاي الفراولة تنزغرهن، نحطهن برضو ايش حجمهن، نحطو هيك الزنوطات، نزغرهن هالقد منيح. شايفين كيف؟ والتفاحة نصغرها صغيرة 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 صغيرة، نوطة بس برضو نحطها بالمركز صح، لانه انا شفت انه ما حطيتها بالمركز صح. تمام، هون كمان نحط الفراولة، الفراولة صغيرة كثير، منيحة يعني منيحة منيحة. تمام، نشوف نحطها مثلا هون تكون في موقع خطير، نشوف هون هيك وهيك، هيا الواضح انه هذه ليست بالمركز، ولا هاي بالمركز وهذيك اللي مش بالمركز، اشوف هاي هاي وهاي بالمركز، هاي اللي مش بالمركز. لا مناح مناح، خلص هيك ممتاز، هيك جهزنا الأدوات اللي بدنا نبرمج باستخدامها. فرح يكون إن شاء الله المقطع الجاي اللي هو عبارة عن بداية البرمجة، بس أورجيكم إحنا شو اشتغلنا أصلا لحد هسا، اللي هو إنه لما نكبس على العلم تيجي هاي الشاشة الرئيسية، شوفوا هنا كمان، شوف 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 هسا بنظبطهن، ممنوع هذول الباكمان إنه يجي على شاشة البداية. هسا رح نعمل إشي خطير بالبرمجة، يلا ركزوا معاي في الفيديو الجاي ان شاء الله ونخلص اللعبة كاملة.
يعطيكم العافية، مع السلامة.